محمد حافظ. انا عايز اقول كلمه بس لكاده الجيش حمديه. خلال ال 30 سنه اللي فاتوا دولت كام جندي مصر اتقتل على حدود المصريه؟ وعملتوا ايه لما سليمان خاطر قتل الجنود المصريه لما كان مفعله رذيله على العلم المصري؟ يا ريت تجاوبوني على الموضوع دوت. محمد عبد التواب، احنا بس عايزين نقول يعني الناس دي ايه اللي مقعده هنا؟ يعني هم بياخدوا الغاز ببلاش، يضحكوا علينا يعني وبياخدوه ببلاش. المفروض الناس دي تمشي، السفير الاسرائيلي يمشي، ما يبقاش فيه اصلا سفاره اسرائيليه في مصر خالص. وشكرا. عرف نفسك؟ عرف نفسي. السلام عليكم. بداية حلم مصر. انا بطالب والله حاجه واحده بس، الناس دي عمرهم ما حافظوا على الاتفاق. احنا متمسكين على اتفاقات ايه؟ الناس دي كل يوم وتاني اكل في فلسطينيين وفي مصريين. من امتى احنا بنطالب السيد المشير باخذ قرار حاسم بطرد السفير الاسرائيلي وتنظيف مصر من الصهيونيين دول وناخد حقنا بقى؟ كفايه 30 سنه، كفايه 30 ناخد حقنا، كفايه كده، كفايه كده، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوك في الله شفع عبد الرحمن. اطلب من المجلس العسكري الاعلى للقوات المسلحه ان يطرد السفاره الاسرائيليين واليهود بالمصر تما، ما تباطاش زي ما تباطأ في ايام حسني مبارك. بقول يا سياده المشير عشان خاطر ربنا وعشان خاطر الشر المفترج عند الله، اطرد اليهود بالمصر، اطرد اليهود. قتلت فلسطين وقتلت الشهداء وكل مصري وكل دم من مصر، من شعب مصر او عسكري جندي على ارض الوطن، دمه يسيح كانها مصر كلها ساحت، دمها ساح. يا سياده المشير انت والمجلس العسكري، اطرد السفاره الاسرائيليه من مصر. احنا مش ماشيين النهارده، يعني احنا من امبارح واحنا قاعدين، احنا مش ماشيين الا لما يطردوا السفير الاسرائيلي. ما بقاش فيه بيننا وبينهم اي علاقه تربطنا بينهم وبين بعض. السلام عليكم. عمرو صلاح محمد عرابي. الراجل المشير الطنطاوي يفتح الملف على طول ما بيننا وما بين اسرائيل. انت لحد دلوقتي ساكت ليه؟ اطفال غزه بيموتوا، هنعلنوا حرب على غزه وهنعلنوا بعض نتفرج؟ كده مش هينفع. مدينا بالسلاح واحنا اولادنا هنجمها وهنحارب معاهم فلسطينيين. السلام عليكم ورحمه الله. عاطف محمد. احنا عايزين بس نعرف هو ليه المجلس العسكري ليه تحركاته متاخره كده؟ ليه ما بيتحركش لما الشعب لازم هو اللي يقف ولازم يتحرك؟ السلام عليكم.